اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن احمد عيد عبد الملك. ازيك كابتن احمد؟ مساء الفل، الف سلام عليك. واخد دور الله يسلمك، ربنا يخليك. انت هتفوق في ماتش ابو سليم. ان شاء الله. كابتن سيد معوض شرفتنا ونورتنا، ربنا يخليك. اهلا بيك. اهلا بيك. ربنا دلوقتي قبل ما ادخل في المعمعة بتاعت الانديه الاربعه وافريقيا والاخبار اللي عندنا والكلام ده، انت رايكم في الاحداث بتاعت ماتش البرازيل والارجنتين دي؟ يعني احنا طول الوقت بيتصدر لنا فكره ممنوع البوليس يبقى موجود في الملاعب، واللي موجود شركات امن مش رجال شرطه، وانه الفيفا بيقول ويعيد ويزيد ويزيد، وفاكر الكلام ده كتير. احنا شفنا بالعصي ضرب ضرب. وبعدين حاجه غريبه جدا، جمهور الارجنتين داخل جوه جمهور البرازيل قاعدين. هو مكانهم كان غريب بصراحة. غريب جدا. يعني مكانهم كان غريب، تنظيم غريب. التعامل حتى مع الموقف غريب. ما شفناش اي تصريح من الفيفا، ما شفناش اي تصريح من اي حد. هو الوقعه دي لو في افريقيا كانت الدنيا كلها اتكلمت عنها. كلاسيكو، يعني كلاسيكو الارض دوت طبيعي، يبقى كده امريكا الجنوبيه كمان الماتشات هناك مش طبيعيه، وانت يعني الجماهير اصلا هي جماهير الكوره في الاساس يعني هناك. لكن في الاخر طبعا لازم يبقى في امن ويبقى في تامين بشكل كويس. بس التنظيم كويس، كل واحد باخد تنظيم كويس وكل واحد باخد. انت لو شفت تصريحات نيمار بيقول ايه؟ بيقول ان لو كنت موجود في الماتش كنت اعمل فوضى عارمه. نيمار نفسه يقول لك كنت عامل فوضى عارمه. هو ما كانش ماتش اصلا. الشوط الاولاني كانت خناقه. هو الماتش صح، كميه فاولات غير طبيعيه. فاولات ما كانش بيمشي. بتفرج احنا قاعدين نتفرج على خناقات. يعني الماتش اتاخر اصلا، وقبل الماتش البس طبعا عمال لازم يتعمل في اوروبا بعد كده. لا ما ينفعش. وبعدين الاسماء تقيله في الملعب والعالم كله بيتفرج، يعني لازم التنظيم يبقى احسن من كده يعني. اكيد، بس هي خلي بالك هي منافسه كبيره جدا. يعني دول مهما كان من يعني يعتبر اكبر بلدين في الكوره في العالم. ده ادعى ان التنظيم يكون احسن من كده. هو التنظيم خلي بالك البرازيل متقدمه في حته اللعيبه، انما تنظيميا مش هتلاقي برضه. خلي بالك يعني هو كاس العالم اللي كان في البرازيل هو ده استثناء، عشان الفيفا هو اللي مسيطر على البطوله من قبلها بمده، وهو خلال البطوله اللي مسيطر. انما بعد كده لا، هتلاقي ماتشات كتيره جدا بيحصل فيها حاجات. انما هي النقطه في الاول والاخر يعني الماتش ده انا بشوفه ماتش وحش اصلا، خناقه. يعني من اخر الخناقه وبالكره في لعيبه كمان من البرازيل الحكم مرضيش يطرد، ده في لعيبه كتير تطرد في 2 3 كمية يعني. الفاولات يعني انا مش فاكر الرقم بتاع الفاولات، بس اعتقد داخل في حوالي 40 او 50 فاول للفرقتين. يعني اللعب الكره اصلا ما بتمشيش، يعني الكره مثلا 20 30 ثانيه وتلاقي فاول لفرقه من الفرقتين. بس في الاول والاخر ان البرازيل يخسر على ملعبه في تصفيات كاس عالم، ده اول ماتش في تاريخ البرازيل يخسره، ويخسره من الارجنتين. خلي بالك حاجه كبيره جدا. سادس في التصفيات ولا خامس مش عارف في التصفيات. سادس هم دلوقتي، وصلوا سادس في التصفيات. عندهم 7 بونت. البرازيل عندها غيابات كتيره جدا يعني. حتى مهما كان برضه سادس غيابات ست خباك سادس على حساب مين يعني؟ يعني الارجنتين طبعا متصدر ب 15 بونت، بعد اوروجواي 13 بونت، وبعدين كولومبيا 12. مهما كان ناقصه ايه؟ كولومبيا راكبه عليك، وفنزويلا والاكوادور. الارجنتين كمان جاي من هزيمه على ملعبه ديت برضه ما حصلتش بقالها 8 سنين من اوروجواي. يعني البرازيل السادس، شوفوا ايه من اكوادور وفنزويلا وكولومبيا اوروجواي والارجنتين اول. طب ماشي، يعني الارجنتين اول ماشي، اوروجواي حتى ماشي، لكن انت مهما كان عندك غيابات انت البرازيل برضه. وبعدين الاسماء في الملعب كانت تقيله برضه. هو واخد 7 بونت من 18 ديت كتير برضه، ضايع كتير قوي. بس الفرق الاسماء اللي انت بتقولها دي كلها خلي بالك على ملعبها صعبه جدا. يعني مش سهله. يعني كولومبيا مش ماتش سهل تروح. ماتش تقيل يعني انت شفت الماتش مع البرازيل. هم بياخدوا كام من امريكا الجنوبيه في كاس العالم؟ انا بعد زياده بياخدوا 5 والسادس دلوقتي بقت. هو الاول كان 48 هتلاقي 80 واحد اعتقد 7 وفي حد بيلعب ماتش. شوفوا لنا يا شباب كده يعني 7 وواحد بيلعب نص ماتش مقعد دوت. ماتش فاصل زي افريقيا 9 ونص. يعني حد بيلعب حد من اسيا ماتش فاصل. بس ماتش صدمه بصراحه. يعني ماتش مش حلو، بس يعني في الاول والاخر دي منافسه. بس الاحداث دي كلها انا بشوف السبب الرئيسي فيها ان المكان المخصص لجمهور الارجنتين. انا مش شايف يعني ده في نص الجمهور البرازيل. يعني انت حتى في الاول الواحد استغرب في 6 يا كابتن بيتقال 6 6 والسابع هيلعب صح. وفي ملحق للسابع. ملحق للسابع.
المكان نفسه بتاع جمهور الارجنتين. شوف في نص يعني هو كده البرازيل تتاهل بال لا هي كده كده هتتاهل بالترتيب ده ما ينفعش التصفيات لسه طويله والاصابات هترجع والامور هتهدى وهيغيروا المدرب وكل حاجه هم لازم يغيروه صراحه يعني خد بالك المدرب ده مؤقت ده مدرب الفرقه اللي كسبت بطوله ليبرتادورس اللي هو كاس امريكا الجنوبيه اللي هتلعب الاهلي اسمها ايه؟ فلومينينسي ده مدرب مؤقت اللي هتلعب الاهلي بعد كده لما يكسب اتحاد جده فيقابل فلوم مش كده؟ هو الاهلي هيلعب اتحاد جده؟ الاهلي لا هيلعب ماتش الاول قبل اتحاد جده اتحاد جده اللي هيلعب الاول اتحاد جده اللي هيلعب اتحاد جده اللي هيلعب مع الفريق النيوزيلندي الاهلي الاهلي بطل افريقيا طيب ما يبقى الاهلي هيلعب فرقه نيوزيلندا بقى يعني 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 هتكسب اتحاد جده ايوه انت عمال تبني اتحاد جده يكسب عمال تبني كل حاجه انت انا عايزين اتحاد جده يكسب انت عمال تبني كل حاجه على مزاجك ابني انا حاجه بقى اوكلاند سيتي اكتر فرقه بتشارك في كاس العالم في التاريخ اكتر فرقه اتغلبت بيلعب نفسه وراح كاس العالم مش كده اظن البطوله بتاعته فرقتين او ثلاثه وبيجي يعني احنا لو نيوزيلندا كان زماننا عاملين ارقام عالميه في كاس العالم طيب الاول انا عايز اتكلم عن بعض الاحداث وبعدين نخش في الماتشات يعني موضوع حسام غالي مثلا فجاه تطلع يعني عارف حاجات كده فجاه تفور ومتلاقيهاش اصل يعني ان حسام غالي عامل ازمه هو اللي ماشي صاحب حفيظ هو اللي بيعمل معرفش هو وحضرش الجمعيه العموميه وفجاه تلاقي موضوع كبير كده وتيجي تدور على اصله وجذوره هل ممكن في الاهلي يبقى فهو عضو مجلس اداره مهما كان هو مين او حتى زمالك يعني ممكن يمشي ويجيب كده في وجود رئيس نادي في وجود مجلس اداره في وجود لجنه كوره يعني ممكن حسام غالي يمشي صاحب حفيظ هو اللي يمشيه هو اللي يجيب فلان هو اللي يمشي ممكن اكيد لا يعني اكيد لا بس هو في الاول والاخر في بعض الاخبار بتتصدر يعني حاجه احنا ماشيين بقالنا فتره في الرياضه المصريه عامه التشويه لمجرد التشويه حد بيعمل كده قاصد يعني لا ارمي حاجه في الاعلام وشوف رد الفعل كله مش على كده وشوف ايه الوضع بالنسبه انا ممكن عايز الهجوم على شبانه شويه فارمي خبر صغير ونشوف ايه الوضع ملوش اصل وملوش اي حاجه والناس تخش على السوشيال تتكلم اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه يعني الاهلي بحكم ان انا كنت موجود في لجنه كوره وفي اجتماعات يعني لو في قرار مثلا لعيد ان هو هيمشي اللجنه كلها بتبقى موافقه يعني هو مش هينفع يمشي الا لما اللجنه توافق مش عشان فلان قاعد هو عايز يمشيه هيمشي لا وخصوصا يعني بامانه في وجود الكابتن خطيب يعني ما فيش حد لو الكابتن خطيب مش عايز الكابتن سيد يمشي وحسام غالي عايزه يمشي هل ينفع يمشي؟ لا طبعا لا لو كابتن حسين لبيب في الزمالك فلان مش عايزه يمشي وحد في مجلس الاداره قال يمشي هيمشي؟ لا مليون في المية لا مش كده؟ يعني يعني في كلام اصله برضه ما تيجي يعني في منطق الواحد برضه بيجي يتكلم بيبقى قرار نادي بلالين بتترمي بس وانت لمصالح بعض الشخصيات ومصالح بعض الناس تشويه تشويه طبعا بس الواحد هو متلقي بقى البلالين دي مش منطق الكلام يعني ما هو في ناس مش في المطبخ برضه قوي او جماهير السوشيال ميديا الموضوع بيبقى مختلف شويه بتترمي له باشكال معينه وفي الاخر اللي بيستحمل بقى اللي ليه ظهر الناس تطلع ترد أيوة عنه اللي ليه ظهير اعلامي اللي ظهر اعلامي هو ده اللي واللي يستحمل الموضوع. الضغوطات والحاجات ديت ما يبقاش خفيف ما يطلعش يرد ما موضوع تاني اثير فجاه انه ان اتحاد الكوره عايز يجيب سعد عبد الحفيظ مكان غرابه وانه حازم امام رافض ولعيبه الزمالك بعد اتقالت لا اي انا اظن ده اي كلام في اي كلام مين ده لسه ماشيين من المنتخب من يومين مثلا وانا انا وجهه نظري ان الراجل اصلا اساسا غرابه ماشي بشكل كويس جدا يعني لا انا انتقدت تصريحه ماشي بس ما انتقدتش شغله قلت بالعكس الراجل بيأدي شغله الاداره على اكمل وجه يعني ما سمعناش ازمه في تذاكر طيران في معسكر في فندق في طب انا عايز اسالك في سؤال لبس احنا مش دي شغله طب اسالك سؤال هو تصريحه يعني غرابه هيكون قايله من نفسه وات ايفر لا يعني حتى لو قايله من نفسه هيكون لا هو لا يمكن يبقى لكن ما ينفعش الاتحاد يعني الكورة. اكيد هو قاعد مع الراجل المدرب قاعد معاه هو اللي بيتعامل معاه ليل ونهار فهو قاعد معاه بناء على الكلام اللي ما بينهم هو قال التصريح ده حلو يعني مش من نفسه يعني قلنا مش قلنا لو مش عكس كلام قلنا الراجل لو مش قايله من نفسه تبقى مشكله فيتوريا كبيره لان فيتوريا قال لخالد درندلي حاجه وبعدين رمى لغراب يقول حاجه تانية مثلا وفق كلام الكابتن خالد درندلي معايا هنا على الهواء
فقال كلام قلت انا سالته بشكل صريح الكلام ده، انت قعدت مع مستر فيتوريا؟ قال لك كده. قال لي اه نصا. قال لي اه. انت عارف الغلط في ايه؟ هو مصدر واحد للخبر المفروض يطلع، انما انت مثلا ايه، هي المكسب خلى كل عضو مجلس اداره اطلع في برنامج. لا بس خدت رندالي كان رئيس البعثه. تعمل لنا انت مشاكل في الموضوع ده. انا انا قلت له من الحلقه اللي فاتت انا لو اتكلمت هزعل ناس كتير فبلاش. زعلت الناس. هو كل واحد، فهتلاقي هو التصريح بتاع المنتخب، مين المسؤول، مين المدير بتاع المنتخب دلوقتي؟ المدير الاداري كابتن غرابه. غرابه هو التصريح الرسمي بيتاخد منه. مين المسؤول؟ لا بس الرئيس البعثه. مين المشرف؟ مين المشرف على المنتخب؟ كابتن حازم امام. بس كابتن حازم امام قال ان فيش، قال تصريح نفس التصريح بتاع خالد رندالي. غرب قال تصريح مخالف. بعيد عن دي، حتى لو دي احنا مختلفين ومتفقين في حاجات فيها، لكن ما ينفعش يختلفوا في راي كاتحاد مع مع حد في المنتخب ماشي، لكن ده مش معناه ان غرابه ماشي وفجاه تلاقي ترشيح. انا الاصل الموضوع اللي عايز اتكلم فيه ايه، ان فجاه سيد عبد الحفيظ مرشح، فجاه حازم امام رافض، فجاه لقيت الزمالك بعتت قالت لا الا سيد عبد الحفيظ. دي بالونه، دي بالونه برضه. يعني الدنيا قاعده رايقه دلوقتي، ما فيش حاجه، فالناس مش لاقي حاجه تعملها، هنعمل ايه؟ هو الاهلي ارمي حاجه ونشوف رد الفعل. نشوف رد الفعل ايه. زي فتوح راح يفتتح ملعب مع حسين الشحات، دي فيها مشكله بجد؟ فيها مشكله؟ هو حر. لا يعني انت لو انت دلوقتي حد دعاك من لعيبه الاهلي اصحابك، كابتن سيد معوض صاحبك وعشره عمر مثلا يعني، وبينكم علاقه كويسه وبيعمل مشروع ودعاك ورحت وموجود كل لعيبه الاهلي مثلا، وانت هل ده معناه ان انت وحش او معناه انت زملكاوي زي تروح؟ هل تتنظر بهذا الشكل بجد؟ تسالنا انا يعني؟ اه. هل انت تاخدها بسوء نيه كعادتك ولا كعادتك؟ اخدها بسوء نيه. انا لو في وضع فتح مش هروح. ليه؟ الوضع الحالي. ليه؟ على فكره الحاجات دي بتاخد بحساسيات. طب انا اقول لك فتوح عشان يروح، اقول لك حاجه من الكواليس، سيبك بقى من الملعب. هقول لك حاجه انا في الكواليس يعني، هو في لعيبه من الزمالك اتعزمت وما راحوش عادي جدا. ليه برضه؟ ما راحوش ليه؟ ما عادي. ان كان كابتن حسين لبيب بجلاله قدره دعا الكابتن الخطيب بجلاله قدره لزياره لنادي الزمالك ووافق الكابتن الخطيب لولا مرض الاستاذ العامري فاروق. انا ما عنديش مشكله في كل، والخطيب لولا كده كان خلاص زمانه في نادي الزمالك. كل الكلام ده ايه المانع؟ وممكن اكون انا غلط. لا وايه المانع ان كان، بس انا بقول وجهه نظري. لا ايه المانع انه كان يبقى زيزو موجود؟ ايه المانع يعني يبقى موجود؟ انا بقول لك انا وجهه نظري كده. طب سؤال بس، انت تقول لي في لعيبه من الزمالك اعتذرت؟ هو في لعيبه ليه؟ هو وجهه نظرهم، كل واحد اضرب الظروف. انت رايك يا كابتن سيد؟ لا انا بشوفه دي الحساسيات توصل للدرجه دي او نروح للحته دي؟ لا يعني انا لو حد من صحابي بيعمل حاجه او بيفتتح حاجه هروح عادي، بس هي النقطه اليومين دول في لغط كبير جدا، فانت ابعد عن اللغط وخلاص يعني. طب هو موجود معاهم في المنتخب طول الوقت. ايوه هو المنتخب مش هيروح المنتخب يعني. لا وبتنزل له صور مع لعيبه الاهلي في المنتخب ولعيبه الزمالك بتنزل لها صور مع لعيبه عادي. انا ده انا شايف ان وجهه نظري هي ديت كده. يعني حساسين اكتر من اللازم؟ يعني لا مش حساسين، هو اصلا عنده مشكله مع جماهيريا، مع الناس، مع الجمهور، وعنده مشكله مع النادي في الحته ديت. فانا برضو انا كلاعب كوره ادور بشكل مش هقول لك بقى. طب هو مش بشكل عقلاني على الاقل. طب مش المشكله دي حسمت؟ ما انا شايف اللي هي ما حصلتش. مش الزمالك اعلن موقفه بشكل نهائي مجلس الاداره؟ ايوه ماشي، ما اعلن موقفه وخلاص وبتاع، فخلاص الموضوع. هو لو هو يعني موقف فتوح مع الزمالك محسوم ولا لسه في كلام رايح جاي؟ لا انا شايف، انا قلت لك اللي هو محسوم. حلو. ما دام محسوم يبقى الموضوع منتهي جماهيريا، ده الجمهور اكتر حد اشاد بالقرار صح؟ ايوه ماشي. ما هو لو بيفكر ان هو عايز يصلح بالشكل دوت الموضوع مش هيتصلح. عشان راح انت هتقول لي عشان انت برضو لو الموضوع الناحيه الثانيه هقول نفس الكلام. يعني هو لو الموضوع لو لعيب من الاهلي الناحيه الثانيه راح، يعني مثلا كهربا معزوم في افتتاح لعيب ملعب او اي حاجه للعيب من يعني الزمالك، ولعيبه الزمالك موجوده كلها وراح عادي، لا هيبقى في مشكله عند الجمهور. صحيح انت بتقول عادي. انا بقول لك الونش الكافيه بتاعه افتتاح فرح كهربا، انا بقول لك لوحده في فرح الزمالك يعني. انت ممكن تكون وجهه نظر، ممكن التوقيت هيبقى مختلف. يعني لو كهربا ما عندوش مشكله، يعني فتوح عنده مشكله اليومين دول مع نادي الزمالك ومع جماهير نادي الزمالك. خد بالك ان فتوح نفسه من منطقه الشحسين، يعني هو مش سلام اصلا.
ايوه انا عارف. يعني هي دي منطقته اصلا، يعني حتى لو راح عشان حسين، راح عشان حتى منطقته، هي النقطه هو لو ما راحش يعني الملعب مش هيتفتح، ما هي هيتم اللي بتتعمل. لا انا على فكره مش يعني مختلف. عادي يعني مش كل واحد له رايه. ما هو شفت انت بقى اللي بتصير، حطيت الموضوع وبتصيره. لا هو عشان مصار، انا عايز اقول انه عادي، يعني احنا ليه ما نبقاش حساسين اكتر من اللازم؟ في الاخر يا جماعه دي كوره، اللي عايز يلعب في الزمالك انا وسهلا، مش عايز يلعب في الزمالك عايز يلعب في الاهلي انا وسهلا، مش عايز يلعب في الاهلي انا وسهلا، واللي مش عايز يلعب في الزمالك مش هتلعبه غصب عنه مش هيديك حاجه. دي حقيقه. واللي مش عايز يلعب في الاهلي مش هتلعبه غصب عنه مش هيديك حاجه. صح ولا غلط؟ انا معاك في كل ده. يعني هي قصه اللي بيدور على فلوس وقصه ثانيه. ما هو احمد فتحي مشي عشان الفلوس، كل لعيب مشي عشان الفلوس، كل لعيب ووجهه نظره وتصرفه. ما مشيوا ليه يا دول؟ مشوا من الاهلي ليه؟ في الاخر ما هو في الاخر عشان بيراميدز احسن من الاهلي. ايوه انا بقول لك في الاخر كل واحد وجهه نظره، وكل واحد بيستحمل العواقب العواقب بتاعته بالظبط كده. دماغه بتوديه للحته اللي هو عايزها، وكل واحد حر كشغله. ما لكن مشكلة خالص. حصل تجمع، حصلت صوره، حصلت قعده، حصل. هو انت بتسالني انا بقول لك وجهه نظر. مش عايز نقول لك تحجر على وجهه نظره ليه؟ لا بالعكس، دوت ليه مشارك في التعليقات اللي على السوشيال. ممكن يكون هو مسرب كمان اول تعليق ومزود ورا. طيب اصعب ماتش في الاربعه ايه بتاع الاربع فرق؟ احنا عندنا الاهلي بكره، نمشي بالترتيب المواعيد. بكره بيراميدز مع مازيمبي، السبت الاهلي مع ميدياما الغاني، الحد في مودرن فيوتشر مع السوبر سبورت جنوب افريقي، واخر النهار الساعه 6 هيبقى الزمالك مع ابو سليم. من وجهه نظركم اصعب ماتش في الاربعه ايه؟ هنبدا بالصعوبه في اللي تحت. انا شايف ان بيراميدز ومازيمبي لا انا شايف ان الاربع ماتشات يعني في متناول الفرق المصريه، يعني على الورق يعني الموضوع قريب. هو صعوبتهم في بدايه البطوله بس، ان انطلاق دوري المجموعات انطلاقه بس، لكن انا شايف ان الماتشات كلها في المتناول. حتى مازيمبي وبيراميدز، شايف ان بيراميدز فنيا اتقل وفي غياب الكارتي وفي غياب مصطفى. خلينا نبدا ببيراميدز على اعتبار ان اول ماتش في الاربعه، في غياب الكارتي ومصطفى فتحي مفيش مشكله. شايف اللي هو برضو يعني الماتش ما فيهوش مشكله بالنسبه لبيراميدز في البدايه. يعني مين يلعب مكان مصطفى فتحي على اليمين كوينج؟ عندهم حلول كتيره، ممكن تلاقي فخر يلعب في المكان دوت، ممكن تلاقي رمضان يلعب ناحيه اليمين، يعني لعيبه كتير جدا تقدر تلعب في المكان دوت يعني بشكل كبير. يعني انا اهو يعني خليني اقول لك التشكيل المتوقع لبيراميدز. شناوي في حراسه المرمى، محمد حمدي باك ليفت والشيبي باك رايت، قلب الدفاع احمد سامي وعلي جبر. مع ان يا جماعه احمد سامي علي جبر مش علي جبر مصاب، مش في القايمه يا جماعه، مصاب. احمد سامي ممكن يبقى اسامه جلال ولا محمود مرعي. مرعي هو اللي بيلعب الفتره الاخيره معظم الوقت، مش كده؟ اسامه جلال كان مصاب ولسه راجع من فتره قريبه. هو مرعي الراجل شكله بيحبه كمان، يعني حتى كان بيخليه واحد ضمن الاثنين. يعني احنا عايزين فيتوريا كمان يحبه. انا نفسي اسامه جلال ومرعي، يعني نفسي يبقى في سيرد باك صاعد في المنتخب، نفسي. مش ممكن يعني. والله هم كده هيزعلوا منك. حد يخش، مش هيزعلوا مني انا، هيزعلوا منك انت. حد يخش صغير. ايوه بس انت كنت متبقى ده كلامك صح. احنا النهارده عندنا ازمه، قاعدين نقول يا رب حجازي يلحق. او الونش، ما الونش انت بتتكلم في الونش صعب يلحق، لسه ما بداش التدريبات الجماعيه. ان شاء الله يلحق طبعا، لكن حجازي اقرب، لانه حجازي داخل في التدريبات الجماعيه، فاحنا قاعدين حاطين ايدينا على يا رب حجازي، من احنا بنشوفه في الماتشات الاخيره للمنتخب جنب عبد المنعم. فلو هو كان مؤهل من بدري محمود مرعي ولا اسامه، خصوصا في الماتشات اللي انت بتلعبها يعني جيبوتي وسيراليون وعندك مشاكل يعني في الحاجه في الماتشات ديت يعني ما كناش بقى. لا انت عندك مشاكل في الماتشات دي اصلا، وانت الطبيعي انت اصلا ما يبقاش عندك ماتشات سهله بالنسبه لك المفروض. يعني انت رايح لريفل اعلى وسرعات اعلى وكواليتي لعيبه اعلى في بطوله، هي انا شايف اللي هي هتبقى بطوله قويه جدا. كان اولى ياهل مرعي وياهل اسامه جلال معاه. للاسف يعني. انما مرعي اقرب جنب احمد سامي، على اليمين الشيبي وعلى الشمال محمد حمدي. نص الملعب هيلعب بمين بقى؟ هل مهند طبعا هيبدا؟ ده طبيعي، هو الراجل حطه. وتوريه يبدا؟ ممكن. هو اخر حاجه كان ماتش الزمالك لعب بالاثنين مع بعض في نص الملعب. بس هو مش الراجل ما بيحبسش الحته ديت، يعني اللي هو يلعب عشان هو لعبه عشان يلعب عبد الله ثالث
تحت المهاجم ماتش الزمالك، يعني هو ماتش الزمالك لعب مصطفى فتحي وعبد الله وفيستون اللي هو الفيرويد ميلي، ولعب ثلاثة في نص الملعب، كان مهند والكارتي وبلاتي توري الثلاث. لكن انا شايف مهند وبلاتي توري بيعملوا نفس الدور، فهو الطبيعي هتلعب على ملعبك وعايز تكسب يبقى واحد في الاثنين يبقى موجود. طب من التاني هو عنده حلول برضو تاني من معتلته، ممكن يبقى عبد الله السعيد، هو في الغالب يبقى عبد الله، يبقى موجود التالت اثنين في نفس الملعب. من التاني هل احمد توفيق مثلا يبدأ بيه؟ ما اعتقدش الماتش دوت يبدا بتوفيق، هو ممكن او ممكن لو هو غير طريقه اللعب برضو، اوقات بيلعب باثنين ديفندر اثنين، مش واحد بس سته، بيلعب اثنين ويلعب عبد الله كيلعب 10 تحت راس الحربه ويلعب بونجين. يعني ونجين مين يلعب مكان مصطفى فتحي؟ انا بس القايمه مش معايا، مش شايفها قدامي، بس انا هقول لك اهو القايمه اللي اختارها، ثانية واحدة طلعها لك. بص يا سيدي، الشناوي، شريف إكرام، أحمد ميهوب، أحمد الشناوي. تمام. الديفنس عندك محمود مرعي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي، الشيبي، كريم حافظ، أحمد فتحي. قلنا خلاص حمدي في الشمال والشيبي في اليمين، وقلب الدفاع أنت قلته مرعي جنب أحمد سامي، متفقين. تمام. نص الملعب يا سيدي عندك، بص بقى، بلاتي توري، عندك أحمد توفيق، عندك مهند لاشين، عندك رضا بوبو، احنا نسينا رضا بوبو ده لسه داخل اول ماتش، عندك رمضان صبحي، عندك عبد الله السعيد وسيف جعفر ويوسف اسامه. تمام. وعندك في الهجوم ميالي ودودو الجباس وفخري لاكاي. مين بقى نص الملعب الاول؟ احنا قلنا كريم حافظ موجود ولا لا؟ موجود. كريم موجود. هيلعبوا كريم، هيلعبوا هوف. هيلعب كريم هاف ولا كريم باك وحمدي هاف؟ هيلعب كريم هوف. خد بالك كريم بيلعب باك. كريم هيلعب حمدي اللي بيتزق لقدام. كريم هيلعب هوف، لعبوا ماتشات قبل كده ولعبوا في الدوري ماتش هوف، لعبوا قدام محمد حمدي. وهيلعب ومين احسن فيه في قدرات هجوميه، كريم بيلعب كوينج ولا حمدي كقدرات هجوميه؟ لا كريم عنده الناحيه الهجوميه اعلى شويه من حمدي. فلما يلعب بكريم هاف يبقى افضل. انا بقول لك هو هيلعب كريم هوف في الغالب. يعني انت متوقع يبدا بكريم كوينج ليفت، كوينج، ورمضان صبحي يوديه ناحيه اليمين، وناحيه اليمين وميلي في القلب وعبد الله تحتيهم، وعبد الله تحتيه. طب والاثنين الديفندرات خلاص قلنا توريه، والتاني مين؟ مهند. هيلعب بالاثنين مهند وتوريه. ممكن مهند وتوريه. لكن مش هيبدا بسيف ولا يبدا بيوسف اسامه؟ لا. اوكي، ده التشكيل الاقرب لفريق بيراميدز. طبعا مازن بفريق كبير تاريخيا، يعني تاريخيا، لكن دلوقتي عندهم مشاكل كبيره جدا، يعني اسما، انما دلوقتي لا، مازن من شفتهم مش من الفرق الكويسه دلوقتي تماما. ماتشين الترجي اتفرجت عليهم، هم بعيد يعني، وكسبان دوري ابطال طبعا 5 مرات، كسبان كونفدراليه، لا بس كان في وقت معين، انما مرتين. دلوقتي مش افضل لعيبه موجوده عنده، مش افضل اداء حتى يعني. مدربهم السنغالي لامين نداي، وعلى فكره ماسكهم من 5 شهور بس، يعني ما بقالوش كتير يعني. وهو خرج حتى من الدوري الافريقي على ايد الترجي. ما هو كسب الترجي على في تنزانيا. اتفرجت انا على الماتشين، هو يعني ادائهم مش بعيد جدا عن اللي هم يقدروا يعملوا حاجه كبيره في دوري الابطال يعني. طيب يبقى توقعاتك للماتش؟ بيراميدز هيكسب 2-0 اقل حاجه. كابتن ساي، بيراميدز برضو يعني شايف ان هو ماتش في المتناول. تمام. الاهلي، نروح للاهلي مع ميديام الغاني، شايف الماتش ده ازاي؟ ماتش على الورق في المتناول جدا، بس في الاول والاخر حاله لعيبه النادي الاهلي، يعني حاله لعيبه النادي الاهلي لو زي الفتره الاخيره هيبقى ماتش صعب، انما لو فيها تغير كبير لا، شايف الماتش في المتناول جدا، وماتش من الماتشات اللي ممكن تتعدى باداء كويس وبعدد اهداف، انما لو لعيبه النادي الاهلي في حالتهم اللي هي كانت قبل كده، انما قبل التوقف الدولي ده لا، حاله النادي الاهلي ما كانتش كويسه، معظم اللعيبه مش في حالتها، بتضيع فرص كتير، حتى الميزه اللي كانت عندك الجناحين اهم 2 لعيبه عندك، فهم بايد درس الشحات ما كانش ماشيين بشكل كويس. فالنقطه بس يعني اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي يكونوا في مستواهم وفي يومهم، وتبقى بدايه مختلفه عن قبل كده. الغيابات هتاثر؟
وعلي معلول مش موجود، في لعيبه مش موجوده يعني. علي من الناحيه الهجوميه شويه، بس كريم بياخد بقى له فتره يعني، اعتقد هيبقى استمراريه لكريم ووجوده مهم جدا. انما بقيه الغيابات انا بشوفها عاديه يعني. اهم حاجه واهم نقطه حاله لعيبتك في يوم المباراه يعني. انا بشوف ان حسين الشحات زي ما انت قلت وبرسيتاو اتنين من اهم اللعيبه، كهربا واحد من اللعيبه يعني، التوفيق اللي كان موجود قبل كده يعني، كهربا كان بيجي له فرصتين. يبدا بكهربا ولا مودست تتوقع؟ لا اعتقد كهربا يعني، كهربا هيبقى اولويه بالنسبه لك، ومودست تغيير كويس. 6 كيلو هي الناحيه الفنيه اهم يعني الناحيه الفنيه ان شاء الله يبقى هو فنيا اعلى من الفتره اللي فاتت يعني. انت خلي بالك عدى 15 يوم او في التوقف ده، فنتمنى ان يعني يدخل في التوقيت المناسب كمان في المباراه، ما يبقاش هو حمل على الفرقه. انت رايك ما يبداش بيه؟ لا كهربا طبعا بالنسبه لي هو الفرق. حتى كهربا بعيد بقى له شويه، بعيد بقى له شويه، بس كهربا يعني بالتعامل معاه الفترات اللي فاتت كان بيبقى بعيد وبينزل طبيعي جاهز. انما هي المشكله مودست بقى له فتره مش موافق، فانت ما تضغطش عليه كمان يعني. اما يكون عندك لعيب بيمر بفتره مش كويسه ما تقدرش تديله، بيتحرق قدام الناس اصلا يعني جماهيريا. طيب. حتى الناس بتبدا ناحيه ان هم مش قابلينه. طب كابتن احمد عيد، الاسبوع الاجازه اللي الاهلي اخده ده في صالحه؟ بص يعني هو الموضوع يعني مش يعني ممكن يبقى في صالحه، اللي هو ذهنيه للعيبه، واغلبيه اللعيبه كانوا في المنتخبات و هيبقوا موجودين، حتى الناس اللي هي الاساسيه بشكل يعني، مثلا معلول مش موجود، الناس اللي مش موجود. شايف ان هو ممكن يكون حاجه ايجابيه للاهلي، اللي هم اللعيبه تفصل، وفي الفتره بتاعه التوقف بتاعه المنتخبات ديت اللعيب بيبقى عنده فتره زهق وملل، مفيش ماتشات بشكل كبير، فيرجع يستعيد مستواه ويستعيد فورمته والحالة الذهنية بتاعته، خصوصا ان الاهلي مفنش الفترات اللي فاتت مش احسن حاجة كأداء، بتكلم على الاداء والنتائج برضو في البطولتين اللي خسرهم الاهلي. فالراجل عنده برضو تحدي كبير ان هو يرجع فورمة الاهلي تاني بشكل كبير، والصورة اللي عند الناس عنه، وكمان بشكل وتكتيك او بتشكيل يبقى مقنع للناس. وانا شايف ان هو يعني ماتش في المتناول جدا، اللي هو يقدر يرجع ثقة الجمهور بيه وثقة الناس باللعيبة، ويقدر يدي لعيبة تبقى موجودة الفترة الجاية كمان، يبقى شكلهم احسن كمان في الماتشات يعني. كابتن سيد، جزء من الاجازة الاسبوع اتصور ان كولر عارف ان الفرقه مش هتكتمل غير الخميس يعني خد بالك لعيبه المنتخب، حتى بيرسي تاو وإلي بيانج يعني، كده الفرقه مش هتكتمل غير الاربعاء والخميس، فادى الاجازه ربما يكون ده من الاسباب يعني هو عايز يمرر فرقته كام. هل دي فتره كافيه يعني؟ هو بس اتمرن النهارده، بكره الجمعه الماتش السبت يعني بعاد عنه بقالهم 10 15 يوم دلوقتي اهو. لا هو اللعيبه الدوليين انا شايف ده مش هيبقى اليوم على تاثير يعني، ممكن يبقى تاثير عكسي في ناحيه الاجهاد يعني شويه. لو عايز يعدل افكار، لو بعد فتره من التراجع لو عايز يعمل حاجه، لا هي المشكله الاكبر مش في دي كمان، في حته اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب. هي دي محتاجه تجهيز، محتاجه ان هي تكون موجوده. كنت تستغل فتره الاجازه دي طبعا. انت اول يوم رجع فيه النادي الاهلي، ثاني يوم اتعمل ماتش ودي بين اللعيبه وفرقه من الناشئين، فكان الطبيعي خلال الاسبوع ده بدري شويه ان انت تعمل ده يعني. ده الحل الامثل. اللعيب ما بيلعبش بقى له فتره كبيره، انت لسه بتتكلم مثلا على كهربا، بتتكلم على لعيبه كتير، على مودس، فدول كانوا محتاجين يلعبوا ماتش ويلعبوا اتنين خلال التوقف ده، كانت هتبقى فايده بالنسبه لهم لعدد كبير من اللعيبه. انما في الاول والاخر دي وجهه نظر، هو اللي بيتحمل وجهه نظره، هو اللي بيتحمل فكره، لان هو باني فكره على الموسم ككل. احنا ممكن بنتكلم على فترات معينه، هو باني ان هو راجل عامل اعداد كويس، فالموضوع ده مش هيفرق معاه، الحمل التدريبي عارف هيعلى امتى وهينزل امتى، بس في الاول والاخر الصوره اللي قدامنا هي اللي بتبين يعني. يوم الماتش انت تشوف لعيب مثلا بعد التوقف الدولي مش جاهز، فيبقى الاجازه كانت غلط. انما لو لقيت اللعيبه اللي ما بتلعبش وما راحتش منتخبات
ماشيه في الملعب بشكل كويس وبدنيا ظهروا بشكل كويس، اعتقد هيبقى امر طبيعي ان الاجازه كانت مفيده. بس في الاول والاخر انا وجهه نظري لا، انا مختلفه شويه، ان انا بقول ان كان في بعض اللعيبه محتاجه ان هي تلعب ماتش او اتنين ودي خلال الفتره دي. كان عندك وقت زمني، ضربت لك مثلا كهربا، مودست، معظم اللعيبه، عمرو السوليه يدخل، حتى كريم نيدفيد، كريم نيدفيد، كل اكرم، صلاح محسن، كريم فؤاد، كل دول، صلاح محسن، صلاح محسن عليه كلام كتير، كل دول محتاجين ان هو يلعب ماتش واتنين. محمود متولي اللي راجع من اصابه ومحتاج، كل الاسماء اللي احنا قلناها دي كانت محتاجه تلعب ولا ما تلعبش؟ كانت محتاجه تتمرن. هو اكيد في بروجرام بيتاخد للفرقه حتى في الاجازه، يعني انت حتى الاسبوع ما يعني ما بشرحها سلبيه، بس هي النقطه في الاول والاخر اما تلعب ماتشات يبقى رجليك في الملعب افضل من التمرين. فانا بشوف ان الاهلي كان محتاج العدد كبير من اللعيبه ما بيلعبش بقاله فتره، محتاج ماتشات، خصوصا ان انت يعني بتعمل روتيشن كتير، يعني ممكن لعيب قاعد بقاله شهر تلاقيه في الملعب، فهو محتاج يبقى جاهز عشان يبان بشكل كويس. تشكيله الاهلي لو حبيت تحطها، هو في الطبيعي مش هيغير كتير، يعني هيشتغل بال، بقول اللي هو اللي فنش بيه، يعني الاقرب للناس اللي فنش، الشناوي، الشناوي و الدبيس في الشمال، الدبيس ومحمد عبد المنعم، و وهيخش معاه ممكن ياسر، ياسر، انا بقول ياسر، ومحمد هاني ناحيه اليمين، وفي نص الملعب مروان هيرجع طبعا، هو هيرجع، وانا شايف ان مروان هيبقى الفضل لفيتوري اللي هو رجعه وخده ده له ثقه كبيره، ولعبه ماتش، بداوا ماتش، والماتش الثاني نزله برده، فمروان وامام وديانج الثلاثه هيبقوا موجودين بشكل كبير، وبيرسيتاو والشحات وكهرباء والشحات انا بقول ممكن يدي لصلاح محسن، يعني هو الوحيد اللي يعني يعتبر هو بيتمرن واداله الفتره اللي فاتت في ماتش سان داونز، وموديست كان بيتاهل بشكل كبير او بيأهله الفتره ديت، وكهربا بعيد عن الماتشات بقاله فتره، يعني صلاح محسن فيرود ممكن، يعني اعتقد يعني صلاح محسن ممكن ما يدخلش القايمه اصلا، مش عارف بقى، ما يعني انا بعيده دي متهيألي، يعني الراجل اصلا يعني واضح ان هو حتى في الفترة اللي غاب فيها كهربا في ماتشات الدوري وكان موقوف ما كانش أولوية بالنسبة له، فهو مودست وكهربا، ومودست أنا شايف إن الراجل ده ما دخلوش ال 18 في الماتشات الأخيرة في الدوري، أنا بقول لك لو يعني كان مودست لوحده يعني هما ثلاثة فراودة في الأهلي، كهربا موقوف دوري ومودست بيلعب أساسي الماتشات الأخيرة، وصلاح محسن مش على الدكة، خلي بالك الراجل ده وحتى بيلعب بيرسي تاو فيرود، الراجل ده بخبرتي أنا معاه يعني بقرايتي ليه، اما بيقلب على حد شويه بيبعده، يعني افتكر مثلا كاس العالم للانديه اما محمود متولي قلب عليه في ماتش، بعد ماتش كان اعتقد ريال مدريد او حاجه، قعد 3 4 ماتشات ما بيدخلش الفرقه بيبعد، صلاح محسن من بعد سان داونز هتلاقيه بيبعد، ففي الراجل لما بيحس كده ان لعيب ما نفذليش وقلب حاجه وقلب عليه بعد ماتش سان داونز، لا هو بيحس ان ما نفذليش حاجه، هو ما جاتلوش حاجه صلاح محسن، ما فيش حاجه، هو بيجي اللعيبه كلها بتجري ورا الكوره اصلا، وانت هو بيدافع بس، ما فيش حاجه اصلا، انت ما لعبتش كوره عشان تختبره او تلعب له في مساحه، بس صلاح محسن من ساعه ما رجع كل الاختبارات اللي خدها ما قدمش حاجه، خد وقت اكتر من موديست ولا موديست ولا موديست اكتر؟ لا موديست خد وقت اكتر، وانت شايف مين اجهز بدنيا اصلا او الناس اللي كانت شايفه صلاح؟ طيب ما هو يعتبر ما خدش بقى، ايوه بس الفرص اللي اخدها ما اداش، انا بشوف ان انت حسبه مودست مختلفه، لان انت لعيب جايبه لعيب محترف، انما هي النقطه برضو هنتكلم بامانه، صلاح ما بيساعدش المدرب نفسه، يعني اي وقت تاخده ان شاء الله ربع ساعه 10 دقائق لازم يبقى ليك تاثير عشان تقدر تدخل الفرقه، يعني اقول لك كريم فؤاد يعني خد كريم مثال، اكرم أو أي بس حاجة كريم غير. حتى نزل في ماتشات تلت ساعة وربع ساعة كان مؤدي ماتش جاب جول، لا أنا أكلمك وماتش كان أكلمك فيه كهربا كان موقوف كام ماتش؟ ستة مؤخرا ستة عشان يرجع يلعب، يبقى ده دليل إيه؟ اللي بيلعبوا في مكانه إيه؟ يعني
يعني هو الطبيعي ببعد. الطبيعي انا انك تقعد تجتهد عشان لو لعيب موقوف 6 ماتشات ارجع ما الاقيش مكاني. دي فرصه، ما الاقيش مكاني، دي فرصه للطبع. يعني ما الاقيش مكاني، انما ارجع الاقي المكان والمكان فاضي، فده دليل. طب انت موافق على التشكيل قاله كابتن احمد عيد؟ اه يعني التشكيل كله بس ما عدا صلاح، يعني انا اظن كهربا هيبقى اولويه وبعدين مودست على طول. انما يبدا باكرم ولا هاني؟ انت قلت اكرم ولا هاني؟ قلت اكرم. قلت هاني. هاني. هاني يبدا بهاني مش كده؟ اعتقد ان هو هيبدا باكرم. هاني راجع برضو اخر ماتش، هو لعب ماتش المنتخب الاخير، فممكن يدي لاكرم. هيدي عشان خاطر هاني لعب ولا لا؟ ولا عشان هاني, هاني لعب ياخد. عشان هاني لعب. هو عبد المنعم لعب الماتش. لا ما هو في اماكن، في اماكن يعني ما عندكش، يعني هو مش هيغير الشناوي، انت فاهمني؟ برضه عم ينام وهو بالنسبه له. بس هي الفكره ان الناس الفتره اللي فاتت هي بتركب اكرم على هاني ليه؟ انا يعني ان هي اكتر فتره محمد هاني كان شغال فيها بشكل كويس مع الاهلي الفترات اللي فاتت. بس هو ضاع الموسم اللي فات كان يوم ايه؟ يعني كان يوم 18 بس هو لحد ده يوم 25 اسبوع هاني كده. برضو ما كانش كويس في الماتش، يعني عشان نتكلم بامانه يعني. دي حقيقه يعني. بس خد بالك برضو انه ميداياما عنده الباك ليفت بتاعهم جامد، يعني بيعتمدوا عليه. انا صنع 3 جوال يعني وفق المعلومات اللي احنا جمعناها. بس هي فرقه مش قويه قوي. انا قلت لك في الاول والاخر هي حاله النادي الاهلي، يعني بغض النظر عن الفرقه اللي بتلعبها، يعني حالتك لو وحشه انت تعادلت مع سيمبا ليه؟ عشان حالتك وحشه، مش عشان هم كويسين. يعني هم حالتهم هم ما بيروحوش للجون اصلا. تمام. بس انت تعادلت عشان انت حالتك كانت. يعني انت مختلف مع الكابتن احمد عيد في اكرم من ناحيه اليمين، مش هاني. فاكرم مش صلاح محسن. كهرباء. كهرباء. انت جبت صلاح محسن دي منين؟ الكنترول. طيب نطلع فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضراتكم. نروح للماتش الثالث. فيوتشر مودرن فيوتشر الساعة 3 يوم الأحد مع سوبر سبورت. بدأ قوي جدا مودرن فيوتشر الموسم لكن خسر ماتشين بعد كده. هل انطلاقته في دوري المجموعات شايفها هتبقى ازاي؟ أنا شايف إن البداية هتبقى برضه معقولة، يعني الأمور مش هتبقى صعبة جدا بالنسبة له. هو حتى بدايته في الدوري يعتبر شايف نتائجه معقوله، نتائج كويسه، وخسر ماتشين لكن انا شايف النتائج كويسه مش وحشه بالنسبه كمان للعيبه اللي مشيت من عنده والجهاز مشي، وتحس ان اداره النادي عملت تغييرات كبيره جدا في الفرقه. لكن في الاخر هو شايف اللي هو فنيا مستقر، يعني هو جاب مدرب اجنبي وفنيا مستقر بالنسبه لماتشات الدوري كمان، يعني هو جمع بنود كويسه في الدوري يعني. عكس المتوقع مودرن فيوتشر السنه دي، يعني بعد ما مشي من عنده لعيبه كريم نيدفيد للاهلي والثلاثي اللي راح بيراميدز مرعي وبوب ونجوم، يعني مش لعيبه ومهند لاشين ولعيبه سعد سمير مشي يا لعيبه كلها. في لعيبه ممكن تكمل معاك 3-4 سنين يبقى ليها تاثير سلبي بعد كده خلاص، وهم كانت مرحله مهمه بالنسبه لهم. فانا شايف ان مشانهم لا افاد الفرقه. الفرقه ماشيه بشكل كويس، بدايه الدوري ماشيين بشكل كويس. هي مشكلتهم في الكونفدراليه او عامه في الماتشات ان هم ما بيدقوش بنفس القوه، بتلاقي ماتشاتهم هم بيصعبوها دايما، تلاقي ماتشاتهم يعني يكسب في اخر ماتش يعني. فاتمنى ان يكون بدايتهم في دوري المجموعات غير الماتشات اللي قبل كده، سواء بتاع السنه اللي فاتت او بدايتهم السنه دي في سواء في الكونفدراليه. خسر اول ماتش وكسب 4 على ارضه. اه انا بتكلم في ان هو عامه على طول، يعني حتى من السنه اللي فاتت لازم ماتش يخليه لنهايته. الماتش الاولاني برضو خسر، ماتشاته اللي بره ملعبه كلها برضو نتائجه ما بتبقاش ايجابيه معظم الوقت. فانت مهم جدا تبدا بشكل كويس، فانا شايف ماتش برضو في المتناول. فرقه مش من اقوى الفرق في جنوب افريقيا، ماتش ممكن يعدي يعني ان شاء الله. طب نتوقع التشكيل. جنش في حراسه المرمى طبعا، عمر كمال ناحيه الـ اليمين، باسم علي يلعب باك ليفت ولا ايه؟ هو اخر فتره كان بيلعب مساك، يعني انا مش عارف باك ليفت ديت ما شفتوش الماتشات ولا عمر يلعب باك ليفت وباسم يلعب باك رايت. بس هو يعني هو اللي لعبها قبل كده عمر لعبها، لكن هو بيتهيأ له يعني ما فيش حد موجود باك ليفت في الفرقه يعني. مش عارف هو مين باك ليفت يا جماعه الاساسي اصلا بتاع مودرن فيوتشر.
تلاقي تقريبا طارق طه موجود، جوناثان، جوناثان بس موجود في القائمة ولا مش موجود؟ هو موجود في القائمة يا كان شباب؟ مصاب ما بقاله فترة اعرفش مش جوناثان في موجود. القائمة ولا لا، كده كده لسه القائمة ما اعلنتش، ده ماتش يوم الاحد. بس جوناثان لو جاهز يبقى هو الباك ليفت، طبعا لو جاهز ومؤمر كمال باك رايت، لعيب عنده خبرات برضو وبقاله فترة كبيرة متمرس معاهم يعني. في الديفنس يلعب عبد السلام وخالد رضا في عبد السلام وفي خالد رضا وباسم، وباسم موجود التالت معاهم، بيلعب الحتة دي بس برضه. باسم في الغالب هو بيلعب، وعلي الفيل موجود، وعندهم عندهم سرد باكات برضو أسماء كويسة. اسماء كويسة مش وحشة. طب نص الملعب عندك غنام، عندك بيلو ده، ناصر ماهر، الثلاثة دول بيلعبوا، هما الثلاثة اللي بيلعبوا في الغالب كل أغلبية الماتشات وماشيين بشكل كويس برضو مش وحش. هو ناصر ما بدأش برضو معاهم على طول، ما كانش بيبدأ على طول، بس الفترة الأخيرة بدأ يخش ويرجع وليه دور بصراحة. يرجع للماتشات الصراحة. وعندك عبد الكبير الوادي وفاروق ومروان، ده خط الهجوم. الثلاثة برضو موجودين بشكل كبير، ومعاه برضو أوراق احتياطي مع مروان متهيألي متعور، عمر السعيد، مع احمد عاطف مش عارف موجود ولا مش موجود، هو مروان وجوناثان بيتأهلوا. مروان متعور. ممكن يلعب اسمه ايه الفيرود بتاعهم ده، ابو شعر ده اسمه ايه، احمد احمد عاطف. ايوه عاطف. بقول لك احمد عاطف موجود وعمر السعيد موجود اعتقد والصفاقسي، احمد عاطف اللي ايمن يبدأ. الصفاقسي موجود برضو، كهاف ممكن يبقى موجود يعني، بس هو ممكن تلاقي احمد عاطف بادئ يعني. هو اللي يبدأ الماتش. طيب نروح للماتش الاخير، الزمالك مع ابو سليم. ماتش برضو في المتناول جدا يعني، نادي الزمالك لازم تبقى أداية قوية. بشوف ان هو ماتش يعني لعيبة نادي الزمالك لازم تاخده كبداية مهمة جدا يعني، ماتش على ملعبك، فرقة يعني تاريخيا مش معروفة قوي. حتى المدير الفني وهو بيتكلم، بس تحس ان هو قلقان شوية يعني. طبعا طبعا طبيعي، لاعب نادي الزمالك، فاعتقد هو كمان نادي يعني فريق مستحدث في الدوري الليبي، ما كملش 4 سنين بس. يعني شايف انه ماتش في المتناول جدا، لعيبه الزمالك بس تاخده بجديه من بدايته عشان تقدر يعني تلعب وهي مرتاحه يعني. الزمالك عنده غيابات يتاثر يعني، خد بالك في 3 سردباكات. انا سامع المداخله بتاعت كابتن محمد صلاح وانت بتناقشه في موضوع السردباكات، وبيتكلم صح يعني. خلي بالك يعني الامور بالنسبه للزمالك يعني، هو الطبيعي ان الامور تبقى مستقر اكتر من انت عندك سردباكات اللي موجوده اللي تقدر تلعب في المكان دوت، حمزه ومحمد عبد الغني وعبد الشافي وحمزه ومحمد تلعبوا طارق باك رايت. ومحمد طارق، وانا بكلمك بقى عن الكابتن معتمد ممكن تلاقيه يلعب يبدا 3 زي ماتش بيراميدز. ليه؟ ما هو عادي، ما هو خطه انت لعب بتلعب ابو سليم على الاوراق اللي معاه. ما هو 3 ديت ممكن تبقى هجوميه اصلا، ما انت لو ثلاثة تكثف في نص الملعب يعني. انت ممكن تحط اصلا، هتلاقي نداي ناحية الشمال كباك ليفت هو وينج، وسيد نيمار ناحية اليمين هو وينج. ما هو ماتش بيراميدز بدأنا كده، وفي خط الظهر حمزة ومحمد عبد الغني وعبد الشافي الثلاثة، وفي نص الملعب عندك برضو خيارات ان انت تحط دونجا، تحط بروح، تحط اوباما في نص الملعب زي ما لعب برضو ماتش بيراميدز الشوط الثاني كان كويس. وعندك حلول تاني في الحته الهجوميه، ناصر منسي وزيزو وشيكابالا يعني الامور. الجزيري رجع، هو الجزيري موجود طبعا، موجود مع يبدا بالجزيري ولا بسامسون؟ لا انا شايف البدايه تبقى بناصر، ناصر منسي. البدايه تبقى بناصر، هو يعني شايف اللي هو برضو بتمرن الفتره اللي فاتت كويس قوي وبدا يرجع، وحتى ماتش بيراميدز كان باين عليه اللي هو عايز، كان باين عليه اللي هو عايز، وهو الزمالك محتاج حد في الصندوق بالشكل دوت يعني. لو الجزيري جاهز ما يبدأش بيه؟ انا اعتقد ان الجزيري مش هيبدأ بيه، هو عشان الجاهزيه بس، لكن هو مش جاهز 100% يعني. انا بكلمك في الاقرب، وفي حتى في الماتشات الوديه. طب وسامسون ماشي بشكل كويس برضه في الماتشات الوديه، الودية. وبيتكلموا على في التمرين ماشي بشكل كويس جدا، معنوياته مرتفعه في التمرين، لكن في الاخر انت ليك برضه الملعب اللي انت اللي هتشوفه في الملعب يعني. لكن انا وجهه نظري ان ناصر اللي يبدا يعني الماتش ده. يلعب 3-5-2 فعلا ولا يلعب
الطريقه المعتاده 4 3 انا شايف برضو حته السردباكات زي ما عيد، انا شايف ان ما فيهاش مشكله، عندك لعيبه موجوده كتير جدا يعني، ممكن وخصوصا الماتش اصلا في متناول يعني، الماتش مش من الماتشات الصعبه اللي انت يعني، خلي بالك اوسيريو الفتره اللي فاتت كان هو اللي كان بيصعب الماتشات، كان بيصعب الماتشات، بيبدا غلط وبيلعب لعيبه كتير مش في اماكنها، فبيخلي شكل الفرقه باين ان في حاجه غريبه. انما انا شايف ان هو ماتش في الاول والاخر نادي الزمالك سهل يكسبه، ويكسبه مكسب كويس يفيده بعد كده كمان. انما انت موافق على التشكيل؟ موافق على التشكيل، له زي ما بيقول عيد هو ناصر يعني من اللعيبه اللي ماشيه بشكل كويس، فالطبيعي دلوقتي الجزيري لسه راجع من اصابه، سامسون كتغيير هيبقى تغيير مهم، طالما ماشي كويس وبيتمرن بشكل كويس كتغيير يبقى تغيير مهم. لكن ما يبداش بشيكابالا الماتش ده في ماتش زي ده؟ لا عادي ان هو يبدا بشيكابالا وياخد منه ال 90 دقيقه عادي في ماتش زي ده، انا بشوف ان يعني هو افضل. وانت بتلعب ابو سليم الفريق الليبي اللي هو صاعد لما شيكابالا يبقى في الملعب مش يبقى افضل لو بتبدا بيه؟ يبقى افضل طبعا، وانت على حسب اصلا انت طريقه لعبك ايه. انت طريقه لعبك ثلاثه وشيكابالا في الحته الدفاعيه مش هيبقى ليه دور كبير، ممكن ابقى اشتغل بيه او ابدا بيه بشكل كبير، لكن انا في طريقه اللعب لو هنلعب ثلاثه، لو هنلعب ثلاثه وسيد نيمار ناحيه اليمين ونضاي ناحيه الشمال كباك، لا انا مش هبدا بشيكابالا، انا هبدا بحد يلعب من جوه الملعب، وينج يبقى بيلعب جوه الملعب، او حتى راس حربه تاني ايا كان هو الموضوع ماشي ازاي، يعني هبدا ازاي، ممكن العب اشتغل باتنين راس حرب في الماتش. توقعاتك ايه للماتش؟ الزمالك هيكسب ان شاء الله يعني، ما فوق الاثنين زي الكابتن صلاح الاثنين في مفوق، الراجل برضو الراجل ادالك على الهواء. الكابتن صلاح يقول لي الراجل معايا الناحيه الثانيه مدرب ابو سليم، كابتن صلاح بقول له توقعاتك، قال لي اتنين وما فوق. فالراجل لما جيت اختم معاه مدرب ابو سليم قال لي مش هتسالني عن النتيجه، بس انا سالت صلاح يعني. قلت له مش هتقول، قال لي اه مش هقول. لا توقعاتك للنتيجه يعني الزمالك زي ما قلت لك ماتش في المتناول، سهل جدا لنادي الزمالك ان هو يكسبه. طيب خليني اقول لكم بعض الحاجات واخد تعليقكم. احمد حجازي راح في القايمه بتاعه اتحاد جده، القايمه المبدئيه اللي قدمها الكاس العالم للانديه، ده خبر مهم بالنسبه لنا ولا تتوقع ان هو في ال 35 لكن ممكن ما يبقاش في القايمه النهائيه؟ لا اتوقع ان هو هيبقى في القايمه النهائيه، هو الراجل اصلا هم قعدوه اصلا كان الناس كلها بتقول اللي هو مش هيقعد، فالطبيعي اللي هو يبقى موجود يعني. لا وانا شايف ان حجازي بيحارب عشان يكون موجود في كاس العالم للانديه، فدي نقطة مهمة جدا، طالما اللعيب عايز وبيحارب هي فيها ريسك شوية في المدة، بس يعني حجازي ان شاء الله عنده القدرة ان هو يرجع ويرجع بشكل كويس يعني. طيب عشان يمسك مودست في الحاجات العالية. انت هتقدم على الاهلي يعني؟ مش انت اللي بتقول، انا قلت انت اللي بتقول. طيب النهارده في ابو ظبي، مجلس ابو ظبي الرياضي اعلن المواعيد والجدول بتاع كاس السوبر المصري او سوبر الابطال يعني. يوم 25 ديسمبر في ماتشين، مودرن فيوتشر وبيراميدز، والساعه كام دي؟ الساعه 5 هناك، 5 بتوقيت ابو ظبي يعني، عندنا هنا 7 4 بين هم اللي هو يبقى ماتش وماتش اللي بعده بثلاث ساعات، يبقى تقريبا 4 و7. هو 5 بتوقيتهم الساعه 17 دي 5، هم سابقنا بساعتين ولا احنا اللي سابقينهم بساعتين يعني؟ 5 عندهم يبقى عندنا 7 ولا 3 عندنا؟ 3 عندنا. عايز الترجمه. يعني تبقى 3 عندنا، ماتش الاهلي يبقى 9 عندهم يعني 7 عندنا، الاهلي وسيراميكا كليوباترا. بقى ده 4 ساعات. اوكي. والفاينل هيكون يوم 28 الساعه 3 الساعه عندهم. 9 الساعة 3 عندهم، الثالث والرابع الساعة 5 الثالث والرابع يعني، 3 عندنا 3 عندنا الثالث والرابع عندهم. يوم 28 الساعة 5 والفاينل الساعة 9 يعني 7 عندنا 7 عندنا. مودرن فيوتشر مع بيراميدز اقوى ولا الاهلي وسيراميكا اقوى؟ الاهلي وسيراميكا اقوى، الماتش هيبقى حلو
فنيا يعني؟ فنيا عشان فرقه سيراميكا فرقه من الفرق، وانت شفت الماتش اللي فات الاهلي وسيراميكا ما كنا بنتكلم، كابتن عبد الجليل كان بيقول الماتش هيخلص 4 ولا حاجه للاهلي، قلت له لا الماتش صعب، سيراميكا في الحته الهجوميه عندهم لعيبه عندهم حلول كويسه، بس هم مشكلتهم في الحته الدفاعيه، فالماتش هيبقى مفتوح، الماتش هيبقى حلو بس اقوى فنيا يعني، هيبقى اقوى فنيا. انت نفس الكلام يعني اقوى من المودرن الموضوع يعني، ما اقدرش اقول لك دلوقتي لسبب، انت باقي شهر، فالشهر ده حاله اللعيبه ممكن متغيره يعني، سيراميكا ممكن بعد التوقف ده تلاقيها مختلفه عن قبل التوقف، تلاقي مستوى تاني، انما لو فضلوا بنفس الاداء اللي كان قبل التوقف ده هيبقى ماتش مش سهل. انما لعيبه النادي الاهلي برضو خلي بالك، اللي صعب الماتش بتاع الاهلي وسيراميكا ان لعيبه الاهلي كانوا بعاد تماما يعني، حتى في ال 90 دقيقه انت ظهرت اخر 5 دقائق في الوقت بدل ضايع، فهي النقطه حاله لعيبتك ايه، فلسه باقي شهر، كميه الماتشات اللي هتلعبها، هتلعب 5 6 ماتشات لحد الشهر ده، يا ترى هيبقى لعيبتك جاهزه بشكل كويس ولا لا؟ والميزه اللي هتبقى عند الاهلي الجمهور، الملعب والجمهور طبعا. الاجواء دي الاهلي يعني ميزه عن الثلاث فرق التانيين يعني، ان انت بتلعب وسط جمهورك في ملعب مليان جماهير بالنسبه لك، فدي هتفرق بشكل كبير يعني. هي مترتبه ان بطل الدوري مع بطل الرابطه اصلا يعني، مفيش فيها قرعه يعني، هي ملهاش قرعه يعني، هو الاهلي لعب مع سيراميكا لانه بطل الدوري مع بطل الرابطه، والتاني الدوري مع بطل الكاس. فبما ان بطل الكاس لسه ما تحددش الكاس سنه كام هو ده انا وكاس، لا ده القديم، ده سنه كام، ده القديم، ده بتاع السنه اللي فاتت. طب ما هو اللي فاينل بتاعه بتاع السنه اللي فاتت مش بتاع السنه دي، اللي لسه الفاينل بتاعه الاهلي يا فندم، مش تقريبا الاهلي خد الكاس، مش الاهلي والزمالك فاينل كاس وصلوا؟ ما ده بتاع السنه اللي فاتت، لا بتاع 23، هو ده بتاع 23، ما ده سوبر 23، لا ده السوبر اللي قبله لا والله ده اللي المفروض يشارك فيه، اللي هو مش قالوا الزمالك موقوف؟ انا والله ما اعرف عشان ما اكذبش عليك يعني، والله مش عارفين ده كاس ايه، ولا سوبر. طب خلينا نتفق اتفاق، الكاس بتاع السنه ده ما تلعبش اصلا، لسه ما بداش، لسه هيبدا، شغال هيبدا الدور التمهيدي النهارده وبكره التمهيديه يعني، الدور التمهيدي. لكن فاينل الاهلي والزمالك بتاع مارس ده بتاع الكاس السنه اللي فاتت، عشان نركز، ركزوا يا جماعه ارجوكم، ده اللي الاهلي لعب فيه المصري اخر ماتش السنه اللي فاتت. احنا نجيب الحاج عامر دلوقتي نساله ساده كابتن سامي، الحاج عامر ما بيدخلش بعد الساعه 1 يدخل معاه بعد 12 بعد واحده ولا 12؟ لا بعد 12. طب خلينا نقول انه الكاس ده بتاع السنه اللي فاتت، لما الاهلي كسب المصري في الدور الثمانيه لو تفتكر السنه اللي فاتت اخر ماتش في الدوري في، أيوه، في الموسم، ما انا فاهم، وبعدين قابل ام بي سيمي فاينل السنه دي، وبعدين الزمالك كان مع بيراميدز في سيمي فاينل اللي هو كاس السنه اللي فاتت، وصلوا فاينل هو عنده جوه، هنلعبه بقى بتاع السنه اللي فاتت ده نلعبه في 24 انا هختم 15 مارس انا هختم شهر مارس 24 انا هختم خلاص كابتن احمد هيت، شكرا، احنا بعد الحلقه نقعد اجتماع كل واحد يجيب ورقته ونشوف انه ارنبنا في انهو كاس في انهو سوبر في سلوك دخلت في كابتن احمد عيد شرفتنا ونورتنا، نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. كابتن سيد معوض شرفتنا ونورتنا، ربنا يخليك، نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله ان شاء الله. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، احنا الجمعه ان شاء الله اجازه، السبت اجازه، يوم الاحد اذا كان لنا عمر ما شئت الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس، الى اللقاء.